زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة، النهاردة استكملت التحقيقات مرة أخرى مع أحمد قندوسي بمعرفة الشؤون القانونية بالنادي الأهلي بعد التصريحات الكثيرة اللي أثارت جدل كبير جدا حول دور الوكلاء. النهاردة كان موجود في النادي الأهلي واستمعوا لكلام أحمد قندوسي، قالوا له أمير توفيق قال كذا، واستمعوا لكلام أمير توفيق وقالوا له القندوسي قال كذا، وخلصت الحدوتة والرواية والحكاية. والمستشار القانوني أو الشؤون القانونية للنادي الأهلي بقيادة الأستاذ محمد فتحي بمستنية الأمر، وأيضا لجنة التخطيط وهترفع تقرير للكابتن محمد رمضان، وبعد كده هيكون في القرار وإنا لمنتظره. النهارده كان في كلام واجتماع وحوار ما بين مستر مارسيل كولر المدير الفني النادي الاهلي وكابتن محمد رمضان. قال له احنا يا سيدي منفتحين، اي دعم للفرقه باي صفقات احنا تحت امر حضرتك، احنا على استعداد ده تام لتنفيذ التوجه ده، قول لنا الاشاره، قول لنا الحدوته، قول لنا اللعيبه، واحنا جاهزين عشان نعقد الصفقات في الوقت المناسب اللي بيناسب فرقة النادي الأهلي واللي بيناسب مارسيل كولر، وأنا بفكرهم أن الوقت كالسيف. كابتن محمد رمضان بدأ في تعديل اللائحة، هيطور ويعدل في لائحة كرة القدم وده أمر طبيعي. هتقول له ما كانش في لائحة؟ طبعا كان في لائحة للنادي الأهلي، لكن كل وقت وليه أدان، المرحلة اللي جاية شكلها عاملة إزاي، في بنود إضافية، مزيد من التحفيز، خلق للدوافع للعيبة، تحقيق الانضباط بنسبة 100%. محمد رمضان دايما بيخلق أجواء إيجابية وحماسية جوه الفريق، واسألوني أنا وهقول لكم بعد شوية، لأنه هو في كلامه امبارح مع اللعيبة قال لهم أنتوا الأفضل، أنتوا الأحسن، مش في مصر بس، أنتوا في أفريقيا، وهناك ثقة تامة في الفريق وفي قدرتكم على تحقيق طموحات النادي. مع رمضان هتلاقي تغيير شامل. بص بقى الخبر الجميل ده، الطاقم الإداري المفوض من النادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، حاجة تفرح خالد مرتجي وحاجة تفرح دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وكان معاهم الأستاذة حنان الزيني شعلة النشاط مديرة التراخيص واللوائح بالنادي الأهلي. في اجتماع بكرة الساعة 12:30 مع اللجنة العليا المشكلة من قبل الفيفا لتنظيم مباراة الانتركونتيننتال بين الاهلي والعين. مين يا عم الانتركونتيننتال ده؟ ده بطوله قاريه بتجمع ابطال القارات، اسيا وافريقيا واوروبا وامريكا الجنوبيه وقارات العالم. مين اللي هيكون موجود فيها؟ عملاق القاره، العملاق العربي، صاحب القلعه الرياضيه، النادي الاهلي، اكبر قلاع الرياضه في مصر وافريقيا والعالم العربي، دون منازع، دون نقاش، دون حوار، دون كلام. يوم 29 المباراة اللي هتقام في القاهرة بإذن الله، وهتبقى على الكأس الأفرو آسيوية. الفيفا بعت خطاب رسمي للأهلي قال له إيه بقى؟ اسمع معايا، ركز معايا، الساعة الكاملة لاستاد القاهرة يوم المباراة. أنت بتلعب بطل إفريقيا مع بطل آسيا. النادي الأهلي قال للفيفا إن السلطات المصرية وبالذات الجهات الأمنية بتبذل قصارى جهدها عشان تنجح ده، وياما استضافنا مباريات بساعه كامله، وفي تعاون وفي اهتمام وفي تقدير وفي احترام. يا عم الاهلي العالمي. اجتماع لجنه المباريات غدا بالنادي الاهلي عشان تحدد اسعار تذاكر مباراه الاهلي والعين الاماراتي ببطوله الانتركونتيننتال. تقريبا كده حسب ما سمعت ان الدرجه الثالثه هتبقى ب 100 جنيه فقط، حرصا من النادي لدعم الجماهير، كانوا عايزين يزودوها عن كده، قال لك النادي مش هزودها عن 100. انا عارف ان 100 كتير، لكن في هذا الحدث يستاهل ويستحق، عايزه تسهل من حضورهم، والنادي عايز برضو التذاكر ما تبقاش اللي هي بالشكل الصعب قوي والناس كلها تحضر هذا اللقاء وتؤازر النادي الأهلي بطل إفريقيا من المدرجات. بالتوفيق يا رب إن شاء الله.